انخفاض المياه وارتفاع درجات الحرارة سببت شحة المياه، شحة الأنهار، وبالتالي توقف مضخات المياه. يفترض انه يكون اكو تحرك مفاوضات ويا تركيا ويا ايران حول موضوع الماء، ولو بالنسبه لتركيا كان عذرهم انه انعدام السدود ما موجود، انه حملت او يعني ايضا رجعوا السبب انه للحكومه المركزيه العراقيه انه هي لانه انعدام السدود وبالتالي الماء يروح للبحار. بس رغم ذلك لازم تتحرك الحكومه تتفاوض ويا تركيا، تفاوض ويا ايران، تشوف شنو الوسائل اللي هذا بحيث تحاول انه تزود حصه المياه وبالتالي توفر المياه، لان هي مسؤوليتها بالاول بالاخير. انعدام الزراعة، الماي، ماي ما عندنا. اي واحد يقول لك ماي موجود بهالمناطق، هاي هاي يمك وتشوفها انت، صوره وتشوفها، كلك ماي ما عندنا.